اول واحد او كل واحد فيهم ماشي في طريق صحيح عشان يحقق هدفه، هنلاقي المجتمع بتاعه اول واحد بتاع ممكن يكون يمكن مشهور قوي او معروف كويس جدا في السكشن بتاعه، التاني معروف كويس قوي في خلال الدفعه بتاعته، التالت هتلاقيه عارف الدكاتره كويس وعارف زمايله كويس جدا، الرابع الناس اللي يعرفه مش على قد مصر بس، مش على قد الجامعه بتاعته بس، لا هيعرف في جامعه القاهره على شمس بقيه الجامعات كلها، وهتلاقيه عارف ناس في امريكا وفي كندا وفي فرنسا وفي كل حته في الدنيا. كل واحد فيهم عشان يقدر يتعامل مع الناس دي محتاج سكيلز معينه، محتاج مهارات معينه. المهارات دي بيكتسبها من خلال الكليه. يمكن انا كلامي اكتر النهارده يبقى عن لو دخل دكتور على اربعه اللي هم مستثمرين من دولت، دخل الدكتور قاعد بيشتم بيقول الطلبه فاشله الطلبه مش عارفين الطلبه اول واحد رد فعل طبيعي هيجي الحكومه هيقول يا رب بس عادي احنا ان شاء الله حتى بنعمل. الثاني يقول ربنا يسهل كده ظبط شويه ورق كده ربنا ان شاء الله اطلع جاي. الثالث لما يجي يفكر بتاع مايكروسوفت هيقول انت راجل جاي تاخدني، انت راجل كذا، انت راجل كذا، انا هثبت لك ان انا احسن منك وانا هثبت لك كذا كذا. بتاع الناس اللي عندهم اكبر بكتير ومش هيبص للعمليه بالمنظور ده، لما يجي يتكلم هيقول هيدخل كلام من ناحيه ويطلعه من ناحيه ثانيه، لانه طموحه ابعد من ان هو حاجه زي كده تعطله. يمكن الفرق ما بين بتاع مايكروسوفت بتاع ناسا على امثله التشبيه، كل واحد فيهم بيفكر بطريقه، كل واحد فيهم مش هيعتبر اللي قدامه كلامه ده ليه قيمه. بس الفرق في الاولاني ان هو اعتبر حرك المشاعر اللي حركته هي المشاعر السلبيه. فكل خطوه بيمشيها ناحيه نجاحه كل اللي شايفه مش هدف، شايف اكثر حاجه شايف الشخص اللي قدامه. شايف مشاعر بمعنى تاني مشاعر الكره هي اللي بتحركه شويه وسميناها الكره. اما بتاع ناس كل ما بيتحرك الهدف بيبقى كل اللي شايفه ان انا خلاص فاضل لي خطوتين واوصل، فاضل لي خطوه واوصل. بيبقى حاطط الهدف قدامه هدف قدامه يعني. او بمعنى تاني ان كل خطوه بيحطها ناحيه مستقبله بيبقى مستمتع بيها اكتر من التاني، لان كل هدفه هو الناس لكن التاني هدفه ان هو يثبت ان هو احسن من اللي قدامه.